بعطينا خبر يا عادل من شبكة ريليفو الإسبانية التي تحدثت عن احتفال كبير يخطط له نادي ريال مدريد من أجل تقديم نجمه الجديد كيليان مبابي. إذن مثل ما تقرأون، ريال مدريد يخطط لحفل تقديم استثنائي لكيليان مبابي، سيكون مثل الاحتفال بلقب جديد، حيث ينوي النادي إقامة حفل مشابه لتقديم كريستيانو رونالدو عام 2009. ستكون ربما مفاجأة كبيرة في هذا الحفل عمر. أكيد لما نشاهدوا مسلسل كيليان مبابي مع المدريد لابد الحلقة الأخيرة تكون بهذه الطريقة، خاصة مبابي يعني في كل سنة كنا ننتظر أنه يلتحق بريال مدريد. هذه السنة حتى كيليان بعد نهائي كأس فرنسا أمام ليون وتتويجه باللقب، كان بعض الصحفيين طرحوا له السؤال: هل ستعلن الآن على أنك تلتحق بنادي ريال مدريد؟ قال: ليس الوقت حتى أعلن عن النادي، فيه بعض الأمور الإدارية. ولما سألوه يعني خارج التصريحات، على كل حال لا يوجد أي سيسبانس، الجميع يعلم فيما يخص التاريخ، لأنه مرتبط حتى 30 جوان بباريس سان جيرمان، من غير معقول أنه لابد موافقة النادي الباريسي حتى يتم إعلان الخبر من ريال مدريد. هي أمور إدارية، نظن تايمينغ فقط راح يكون. أعطينا تصريح مبابي عن مسيرته مع نادي باريس سان جيرمان، ثم سنكشف لكم تسريبات جديدة بخصوص الشجار الذي دار بين مبابي ورئيسه الخليفي أعتقد منذ أسبوعين تقريبا. أعطينا تصريح مبابي عن مسيرته مع البي اس جي، قال: ما حققته وحصلت عليه هنا لن أجده في أي مكان آخر. الظاهر أنه يكذب، لكن المؤكد أن ما ينتظرني سيكون رائعا. لا، ومع البي اس جي الأرقام تتكلم، يعني هذه مجاملة تصل إلى درجة كذبة عمر، حتى يغادر من باب الوسع مع البي اس جي لأن طريقة المغادرة لم تكن في المستوى. يعني هو عمر أصلا لم يجد أهم شيء كان يبحث عنه وهو دوري الأبطال. نعم، تقول لي هو انتقل من موناكو إلى البي اس جي من أجل الفوز بكأس فرنسا والدوري الفرنسي، نقول لك لا، ذهب من أجل مشروع، من أجل رابط الأبطال، من أجل مجد، ولكنه لم يحقق هذا المجد. لكن قال أيضا، اسمح لي، قال أيضا بأنه اكتشف في نادي برشلونة الضغط العالي في الأندية، لأنه بي اس جي فيه ضغط. نعم، فيه ضغط فيه من الصحافة الفرنسية، فيه ضغط من الأنصار، كان ضغط على مبابي وليس على البيز. نعم، عليه وعلى النادي بشكل عام، لأنه الضغط، لماذا الضغط؟ لأنه النادي قيل بأنه سيفوز برابط أبطال أوروبا في كل موسم، وفي كل موسم يتعثر وبعدها يتلقى انتقادات كبيرة، خاصة وأنه النجم رقم واحد في بيجي. نظن بأنه كان يريد الحديث عن هذا، لكن بالعودة لهذا اللاعب، هو لاعب لا ننسى أنه فاز بكأس العالم في سن مبكرة، وأيضا وصل النهائي في طبعة الأخيرة، وبالتالي هو لاعب ذاهب إلى ريال مدريد، هذا النادي الذي سيكتشف فيه الضغط الحقيقي وليس الضغط البي اس جي الذي كنت سأتحدث عنه. هو من دون شك أنه سيفوز بألقاب كثيرة مع ريال مدريد، خاصة بهذه النسخة، وخاصة بوجود فينيسيوس، وأيضا ولو أنه الإشكالية مطروحة وبين من سيلعب في خط الهجوم ومن سيشغل الهجوم الأيسر لنادي ريال. نعم، إذن خليفي ومبابي وتفاصيل الشجار الذي هز الجدران قبل مباراة تولوز الوداعية. حسب الصحافة الفرنسية قالت بأن الخليفي صرخ في وجه مبابي بأنه لم يترك أموالا لخزيلة النادي، وقال له: انظر إلى أقرانك في الفرق الأخرى، آخرهم مثلا جود بيلينغهام انتقل إلى ريال مدريد وترك خزينة بوروسيا دورتموند ممتلئة. قال له: وكأنك أفرغت الخزينة ثم رحلت دون مقابل. ولمه أيضا لانتقاله لريال مدريد لأنه سيضفي أكثر شرعية على دوري السوبر ليغا الذي يحضر له القرش بيراس منذ مدة. طبعا وجود كيليان مبابي ولاعب بحجمه في مثل هذه المنافسة سيعطيها زخما أكثر. تعلمون جيدا أنه حتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد من النادي الذي سيتعاقد معه مبابي أن يتركه يلعب الأولمبياد، يريدون اعطاء فؤاد اخر للاولمبياد اذا شارك مبابي. وهو من كشف عن صفقه مبابي، لانه سئل من قبل احد الصحفيين، قال له: ماذا عن الالعاب الاولمبيه؟ وفي الاخير تحدث عن مبابي، قال انه عمل ضغط كبير للنادي المستقبلي لمبابي حتى قبل ان يعلن مبابي ذهابه من بي اس جي، وهذا ما يعني اخذ ابعاد كبيره في الصحافه الفرنسيه. نظن انه حتى الخليفي كان منزعج
من عدم يعني علمه ب ب ب ب ب بتنقل او بنشر الخبر من قبل مبابي، لانه نشر الخبر عبر مواقعه الشخصيه وليس مواقع النادي. هذا اولا. ثانيا، لم يشكر لا الخليفي ولا وهذا ازعج كثيرا. نعم، ازعج كثيرا الخليفي الذي هذا من حقه للامانه. هذا من حقه الخليفي، اعطى كل شيء لمبابي ووضعه فوق النادي، له عقد القرن بالنسبه لمبابي وسيذهب مجانا. خدع مبابي باريس سان جيرمان، خدع الخليفي، ذهب وترك الخزائن فارغه. ما نظنش انه خدع، لانه لو خدع النادي كان يغادر الموسم الفارط. ولكن ننظر نصر خليفي أضاف الكثير من أمور اللي كان قادر يتفادى عليها. تخيل أن آخر تصريح من حقه كما تكلمت مبابي في الفيديو، ما يشكرش رئيس، يشكر كل إداريين، ولكن أيضا من حق مبابي أنه يغادر بحفل يليق بمبابي. تخيل أنه الهدف التاريخي للفريق، 307 لقاء لعب، 256 هدف. لكن عرضوا عليه الرحيل. أرجع شوية للوراء، في نهاية الموسم الماضي لما رفض التجديد، يعني إذا رفض التجديد سيكمل الموسم، يصبح حرا طليقا، يرحل بدون مقابل. هذه الحيلة تنبه لها الخليفي، لذلك طلب منه تجديد عقدي حتى إذا رحل مع نهاية الموسم تستفيد إدارة بالضبط. لكن مبابي رفض التجديد، ربما هذا اعتبرها الخليفي طعنة في الظهر. ممكن اسمح لي، ممكن، ولكن حتى 7 سنوات يعني قضاها اللاعب مع النادي، يعني حتى هو قدم الكثير للفريق، يعني من جانبين مخطئين. أخطأ ناصر الخليفي في تسيير هذه القضية لأنها أخذت أبعاد أخرى خاصة في فرنسا، ولكن أيضا مبابي كان ممكن ما ينساش فضل فريق باريس سان جيرمان، لأنه نحبه ونكره، كان ممكن أنه يغادر في السنوات الأولى، ولكن نصر الدين خليفي أعطاله يعني كما تكلم فارس عقد. يعني من غير المعقول أن لاعب في مثل سنه حتى وأنه يستحق المكانة، ولكن أصبح مبابي أكبر من باريس سان جيرمان، وهذا هو الخطأ اللي وقع فيه نصر خليفي. حتى مبابي يقول لك أنا أعطيت له الفرصة أنني أغادر بمبلغ كبير السنة الماضية، يقول لك أنا يعني كنت هدرت مع النادي تاعي، قلت له لو أغادر هذه السنة تأخذ السنة المقبلة 200 مليون يورو. نظن أنه خليفي تغاضى عن الجانب المادي، وهذا هو، لأنه القضية أخذت أبعاد كبيرة في السنة الماضية، و لم يعني ما طلعش الحساب على الجانب المادي، وهذا هو خطأ الخليفي. في الأخير مبابي يقول لك أنا أعطيت لهم الفرصة، مديت لهم فرصة الموسم الماضي، أذهب وتأخذوا أموال كبيرة، هذه السنة أذهب كما أريد. ونضيف نقطة حتى ما ننساوش، يعني بداية الموسم أنك لاعب نجم الفريق ما يدخلش معك في تربص وتخليه يلعب مع الفريق الرديف، مبابي ما ينساش أمر مثل هذا. إدارة البي اس جي حاولت لي ذراع مبابي قبل انطلاق الموسم، لكن كل محاولتها باءت بالفشل، لأن مبابي أصر على موقفه بالضبط. وثبت وقال لن أجدد، وكان من الواضح أن هذه الخطوة هي إعلان رحيل مسبق. لأنه هذا آخر موسم لي مع باريس سان جيرمان، وسأرحل وسأخذ الأموال. هذا ما حز في نفسي الخليفي، بأنه أخذ الأموال، أخذ مكافأة الإمضاء في ريال مدريد دون أن يلتفت إلى مصالح باريس سان جيرمان. على كل حال، الآن كل طرف يحاول أن يرمي المسؤولية، يرمي الكرة إلى ملعب الطرف الآخر. ولكن الأكيد أن مبابي لن يكون لاعبا في البي اس جي الموسم القادم، بأنه أمضى فعلا في ريال مدريد، وسيتم تجهيز حفل ضخم من أجل استقباله. بخصوص الضغط، أعود إليك فارس، مبابي تحدث عن هذا الأمر وقال بأن هناك لاعبين في المنتخب الفرنسي يلعبون خارج فرنسا لا يعانون من أي ضغط، ويأتون فقط في أيام المباريات ثم يذهبون، بينما الصحافة الفرنسية تكتب عني في السر والعلن، تكتب عني ليل نهار، تكتب عني أشياء غير واقعية، تضع علي ضغوطات كبيرة، تحملني أشياء لست أتحملها. هل مبابي محق في مثل هذه الأمور؟